اهلا وسهلا بكم مستمعينا الافاضل. فقره الصحه اليوم غادي نهضروا على موضوع ربما كيحدث احيانا لبعض الناس، العضه ديال الكلب لاي شخص لا قدر الله تعرض ليها. ماشي سهل معرفه ما اذا كان هذا الحيوان نقل الشخص الفيروس اللي كيتسمى بالسعار او داء الكلاب. هذا السبب يوصى بالعلاج لمنع انتقال هذا الفيروس. حنا اليوم غادي نتعرفوا على طرق العلاج رفقه الدكتوره نجاه اولشقر، طبيبه ورئيسه مركز حفظ الصحه بتمارا. دكتوره صباح الخير. صباح الخير عليكم. اش اخبارك دكتورة؟ الحمد لله. بارك الله فيك، شكرا لك لوفائك المستمع للإذاعة الوطنية. مرحبا. طيب دكتورة، نبغيو نتعرفوا معك في البداية على المخاطر اللي يمكن يتعرض لها الإنسان في حالة ما إلى عنده مثلا كلب. دكتورة، في إطار يعني الحفاظ على الصحة ديال المواطن، ومن أحسن حاجة هي الوقاية بطبيعة الحال، يعني من أحسن هي الوقاية خير من العلاج. كما قلتي، الإصابة بمرض يعني السعار إلى عندك شي كلب مسعور، يعني هذا مرض قاتل للأسف الشديد. ما كاين شي علاج غير الموت. نعم. لا بالنسبة للإنسان ولا بالنسبة للحيوان، إضافة إلى أن هذا المرض ماشي غير بوحدهم الكلاب اللي يقدروا يكونوا سبب التنقل ديالو، كاين حتى القطط وبعض الحيوانات الأخرى، ولكن غالبا هما الكلاب لأننا هي اللي عندنا معها علاقة مستمرة كثيرة بينهم بين الناس. إضافة إلى أن هذا المرض ماشي غير بوحده، يعني كاين حتى مرض ليا الأكياس اللي حتى هو مرض خطير، ما كيظهرش بسرعة يعني، ولكن من بعد كيبان في الأماكن اللي كتبقى تكون في هذيك الأكياس وكتكاثر، مثلا الكبد، الرئة، القلب، بعد مرة تتوصل حتى المخ أو العظام، يعني أي مكان استقر فيه ذاك الكيس إلا وكيتكون وكيتولد وكيأدي بطبيعة الحال الأضرار، كتفوت الخطورة ديالها حسب ذاك العضو اللي هو استقر فيه. وكيبقى دائما من الأخطر واللي كيكون يعني تأثير دياله يعني بسرعة، وهو من كيكون الكلب مسعور وكيعطش إنسان، إما طفل إما امرأة إما رجل، وكيكون ذلك كيأدي يعني الوفاة بواحد الطريقة يعني مؤلمة جدا. فلذلك يعني احنا كاين خطورة طبعا دكتورة، كاين خطورة يعني مباشرة بطريقة يعني لا يمكن تفاديها. لذلك أي إنسان عنده كلب أو لا كانت عنده علاقة ولا قاسوا شي كلب مشكوك فيه، عارفة أنه مشكوك فيه، أهم حاجة خصها يدير هو أنه يمشي لمكتب حفظ الصحة اللي في الجماعة ديالهم ولا أقرب جماعة ليه، لأنهم تما فين يمكن له ياخذ العلاجات اللازمة. لأن كاينين تما يمكن ياخذ تما كاين واحد المضادات ويدير واحد الفاكسان، وهذا العلاج يقدر يتطلب مدة ديال شهر ونص. لأنه خصو يرجع واحد المده معينه كيعطيها ليه الطبيب اللي مكلف بالعلاج ديالو. نعم. اذا كاين لقاح سريع التاثير المناعي ضد هاد الفيروسات اللي ممكن تنتقل دكتوره؟ تقريبا ما كايناش واحد، يعني ما نقدرش من الناحيه العلميه نقول لك بان كاين شي حاجه 100%. نعم. ولكن كاين واحد التاثير قد ما سرعتي بالعلاج، قد ما سرعتي بالذهاب وبديتي داك التلقيح وبديتي تاخد الانسان المضادات، يقدر يعاونو في الحمايه ديالو. نعم دكتور. خاصة إذا كانت ذاك المكان ديال العضة قريب من المخ كيكون تأثير يعني سريع جدا. فلذلك احنا كان أهم حاجة كان يعني كان نركزوا عليها هي الوقاية. الوقاية من تواجد أشياء ضالة في المحيط ديالنا. نعم دكتورة. طيب إذا ممكن أننا نديروا إسعافات أولية مثلا إذا كان الإنسان بعيد على أهم حاجة هي أننا نغسلوا بالماء. لا مده طويله داك الجرح، وما نخليهوش ما نغطيوش، نخليوه عريان ونغسلوه على الاقل مده ديال ربع ساعه بالماء. ممكن نستعملوا شي ديال الماء الجافيل، ولكن اهم حاجه اننا ما نغطيوهاش نهائيا ديك الجرحه، ونسرع بها اقصى سرعه الى كما قلت لك مكتب حفظ الصحه ولا المستوصف القريب او للمستشفى القريب. نعم دكتور. لان اهم حاجه في هذا المشكل، يعني ملي كيتعرض الانسان الا كان الكلب مصاب بذاك الفيروس. نعم. انه كيتنقل بسرعه وكيمشي للمخ وكيكون عنده واحد التاثير يعني ما يمكنش تفاديه. نعم. رغم العلاج، رغم الانعاش، رغم كل شيء، كتنتهي للاسف الشديد دائما ديك الحاله بالوفاه. نعم. اذا طبعا كيخص مباشره ان الواحد يمشي للطبيب، وكاين في الشك واش ان الانسان يسلم منا او لا دكتوره. الوقايه طبعا كيفاش تكون؟ الوقايه هي كتبقى هي اهم حاجه، واللي هي كنبغي نركز عليها لاننا يمكننا كلنا نساهموا فيها. اي مواطن، اي شخص
كان مختص او غير مختص، كان طبيب او ماشي طبيب، يقدر يساهم في الوقايه. الوقايه هي اننا نحاولوا الناس اللي عندهم كلاب يعني مرضينها، ونكد بطبيعه الحال واحد الحيوان اليف، وكنا كنبغيو ان ذاك الحيوان يكون دائما عنده واحد كما كنقولوا واحد الكارني ديالو، كيمشي عند الفيتيرينير، كيتبع عند البيطاري، كياخذ لي الفاكسان ديالو، كيتعالج لتصاب مرض. لان ماشي غير هاد الامراض بوحده اللي كيقدر ينقل، يقدر ينقل امراض اخرى، مثلا امراض جلديه او امراض اخرى. فتفاديا لذلك كاينين كتعطى واحد اللقاحات مجانيه بالنسبه للكلاب، اذا الناس يستافدوا من هاد اللقاحات اللي كتعطي الوزاره الفلاحه، كديرهم مجانيه بالنسبه للكلاب. الناس يمشيو ويدوا الكلاب ديالهم ياخذوا هذاك اللقاح، ويكون دائما متابعه من طرف الطبيب البيطري. وحاجه اخرى اننا كنا كمواطنين نحاولوا اننا الازبال ديالنا ما نخليوهاش عريانه، لان ملي كتكون الازبال محطوطه في الزنقه هكذاك عريانه، فهي اللي كتخلي ذاك الكلاب كيتجيو لها بزاف وكيتوالدوا بزاف وكيلقاو فين يعيشوا. فلان لو اننا حنا نحيدوا هاد الاشياء اللي كتجلب الكلاب، غادي يمكن نقدروا نساعدوا حتى في حمايه ذوك الكلاب المساكن ما يضروش. لان ذاك الكلب اللي غير مطلق هكا في الزنقه فهذا هو مسكين، كنلقى شي واحد اللي يهتم به واعتنى به، ما كانش غيكون عرضه للاخطار والامراض والحوادث. فكنلقاو مرارا وتكرارا كنكونوا غادي تلقاو بان كلب سبب حادثه سير، اما ميت بعض الاحيان، لان ملي كيبغي يتفادى هذاك السيد اللي كيشوفو كيقدر هو يكون سبب انه كيؤدي الى الموت ديال سائق السياره او الموت ديال الكلب. فلذلك يعني هذوك الكلاب الضاله تواجدها في البيئه وفي المحيط ديالنا مضر، لا بالنسبه ليها هي ولا بالنسبه لينا. فلذلك خصنا كنا لا مسؤولين ولا مواطنين نحاولوا نتفاداو ان هذوك الحيوانات يبقاو بهذيك الطريقه هكذاك مطلقين في الزنقه. كل واحد فينا يدير اللي واجب عليه، ونحاولوا كلنا نتعاونوا باش ما يبقاوش هذوك الكلاب ضالين في الزنقه. يعني نحاول نلقاو لهم مكان فين نجمعوهم، فين يكونوا تساما نعتنيو بهم، فين نعالجوا المريض فيهم. وبديك الطريقه غادي نكونوا حنا عايشين يعني في واحد الجو سليم بالنسبه لينا لوليداتنا بالاخر. نعم. طيب دكتوره، الناس اللي غيكونوا كيسمعونا اللحظه اكيد غادي يدخلهم شويه ديال الشك حول اللي كيربيو الكلاب عندهم في الدار، الا كان عنده انكارني ديالو متبع له طبعا اللقاح ديالو والمسائل كامله، واش ما عندوش شي ضرر الا لا قدر الله وتم انه وعد شي حد؟ بطبيعة الحال ما غيكون تضرر الا كان الكلب كيعمل هذوك التلقيح ديالو متابع، يعني ما كاينش ضرر، لان ماشي دائما اي عضه الكلب كتؤدي للمرض. نعم. احنا شحال من مره جاو عندنا ناس معدودين، عطيناهم غير العلاجات الاوليه واكتشفنا بان ذاك الكلب بصحه جيده. يمكن بعض الاحيان كتعرفي بالاخص الاطفال كيبغيو يلعبوا مع الكلاب. نعم. او لا كيبقاو يجري والكلب كيتبعو كيحسب له كيلعب معاه، يعني ما كتعرفش كيفاش هذاك الكلب تاجع عند انسان. نعم. لان ما يمكنش الكلب غير هكا غتكون يكون داير انسان هكا ويعضو، الا اذا كان كلب يعني متوحش كثيرا. نعم. يعني او لا شي مكان خالي. نعم دكتورة تبارك الله عليك، شكرا لك على هاد النصائح اللي قدمتي لنا اليوم، وعدنا كيتجدد بك غدا ان شاء الله الدكتورة نجاة أولشقر، طبيبة ورئيسة مركز حفظ الصحة بتمارة.